السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل كوكتيل الفواكه بالحليب. المقادير: هنحتاج أي نوع فاكهة عندك، أي نوع فاكهة عندك إن شاء الله، وحليب. أنا هنا واخدة 3 أصناف فاكهة أو 4، وحليب وفانيليا وروح الموز، وكل كوباية حليب ليها معلقة سكر كبيرة، والسكر حسب الذوق طبعا، وممكن نستغني عن روح اللوز أو الفانيليا، اللي حباه من الاتنين ممكن تستغني عنه، اللي مش حابة تحطيه يعني، حاجة اختياري. الحاجات دي ممكن تعملي العصير كده بدون إضافات. وممكن نستبدل الكوكتيل بنوع واحد فاكهة، ممكن نستبدل الكوكتيل بنوعين، ممكن تغيري الحاجات دي كلها وتحطي حاجات تانية من عندك. هنزل في الخلاط بتاعي بكل أنواع الفاكهة اللي عندي، وهحط هنا روح اللوز او روح الموز طبعا، اي حاجة عندك، والفانيليا. والحليب الكميات حسب ما انت تحتاجي او ترائي، ممكن تعملي كوباية واحدة، ممكن تعملي 4 براحتك. وهنا السكر، هنزل بدي طبعا، خسارة ليه تترمي. وناخد الخلاط بتاعنا نشغله لمدة 10 دقايق، لما نتأكد ان الحاجة اللي جوه كلها اتطحنت كويس. الكوكتيل ده مفيد ومجموعة فيتامينات طبعا، ومعها حليب كمان، وهتشربي فريش ومفيهوش مواد حافظة، وانتي عاملاه في البيت ومتأكدة من نظافته طبعا، واحلى من عصير بره. وشوفي شكله وطعمه هيبقى ايه، احلى من الكافيهات. وجربيه وقوليلي. ان شاء الله هنعمل مع بعض كتير حاجات زي دي، مشروبات ساخنة ومشروبات باردة ساقعة يعني. كل سنة وانتم طيبين. دخل الصيف وهيدخل معاه كمان رمضان، والحاجات الحلوة دي هننزل بيها كتير، عشان هنحتاج كل يوم حاجة حلوة في رمضان، مشروب جديد ان شاء الله. ولازم ندور على المشروبات المغذية، يعني تعملي حاجة تغذي بيها أطفالك أو أسرتك يعني. وكده الحليب هيدخل معاكي في المشروبات، محدش هياخد باله منه ان انتي حاطة حليب لو في حد عندك مش بيشرب الحليب. احلى كوكتيل فواكه تعمليه بالحليب، احلى كوكتيل فواكه. بالهنا والشفا، ممكن كمان تستبدلي السكر بعسل ابيض اللي انت حباه. بالهنا والشفا. ممكن يبقى نوع فاكهة واحدة مع الحليب،
نوعين مع بعض مع الحليب، اللي ترأيه انتي وتعرفي تشكلي فيه شكلي فيه. الحاجات دي حلوة في البيت وهتحتاجيها كتير، جالك ضيف ليكي لأسرتك، بألف هنا وشفا. وكتير الفواكه بالحليب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.